السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الناس تكون بخير. رمضان كريم عليكم يا رب، ان شاء الله يعود علينا وعليكم الايام بخير. ان شاء الله باذن الله هنبدأ مع بعض النهارده ريفيجن على برنامج الاكسل اللي احنا اخدناه. لما جينا شرحنا برنامج الاكسل كنا عرفنا برنامج الاكسل او بعمل ايه بيه. برنامج الاكسل هو خاص بالجداول الالكترونية والمعادلات. معادلاتي كلها بستخدم فيها اكسل، الجداول، قواعد البيانات بعملها على برنامج الاكسل. طيب اول ما بفتح الاكسل معايا فظهر معايا حاجه بالشكل ده اسمه ايه؟ ده اسمه شيت. اما الملف من بره اسمه ايه؟ اسمه فايل او ملف. فايل او ملف، الفايل بيكون جواه اكتر من شيت. الفايل بيكون جواه اكتر من شيت. والشيت بيكون عبارة عن إن هو بيكون جواه في أكتر من سلة أو أكتر من خلية. طيب قلنا اللي فوق ده بالنسبة لي شريط العنوان، اللي تحته شريط القوائم، كل قائمة نازلة منها مجموعة أدوات فده اسمه شريط الأدوات. عندك الشيتات كلها اللي أنت عاملها، واللي من تحت خالص ده اسمه شريط الحل. قلنا الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E ده اسمه إيه؟ أعمدة. العمود بيكون جايب الطول، أما الصف بيكون جايب العرض اللي هو 1 2 3 4 5 وهكذا، دي كلها اسمها صفوف. أما الـ A والـ B والـ C ده اسمها أعمدة. طيب ده اللي فوق ده اسمه النيم بوكس أو اسم الخلية. اسم الخلية أنا واقف عليها أهو، اسم الخلية H6، أي H متعلم أو مظلل على H ومعلم على 6 اللي هو الصف. جيت وقفت هنا اسمها دي 13، هتلاقيه مظلل على العمود ومظلل كمان على الصف. طيب لحد دلوقتي خلاص تمام. اول ما بحدد الشيت كله انا عندي ثلاث حاجات من خلالها بعمل تحديد للشيت. علامة المثلث اللي فوق دي اللي هي ما بين الـ A والـ 1 بتحدد الشيت ككل، وبرده كمان كنترول مع ايه، كنترول مع ايه بيحدد معايا الشيت. طيب كنترول شيفت سبيس، سبيس اللي هي المسطره، كنترول شيفت سبيس برضو بتحدد معايا الشيت ككل. طيب عايز اعرف انا عندي كام صف، انا هنزل لتحت كنترول شيفت سهم لتحت، كنترول شيفت سهم لتحت. اما لو عايز اعرف كام عمود كنترول شيفت سهم ناحيه اليمين. كويس خالص لحد دلوقتي. قلنا قبل ما ابتدي اشتغل في شيت الاكسل اول حاجه بعملها بظبط الزوم بتاعي، فالانسب بيكون من 100 لحد 250. شوف انت المناسب بالنسبه للرؤيه بالنسبه لك انت. بعد ما ظبطت الزوم بروح على حاجه اسمها البيج لي اوت، والشيت بتاعي اتجاهه من اليسار الى اليمين. انا لو الشيت بتاعي هكتب انجليزي فهخليه من اليسار الى اليمين، اما لو هكتب عربي اخليه من اليمين الى اليسار بالشكل ده، يمين اليسار بالشكل ده، من قائمة بيج لي اوت واختار منها حاجة اسمها شيت رايت تو ليفت. الحاجة التالتة اللي بعملها بظبط المحاذاة بتاعتي، بحدد الشيت ككل واروح من فوق في الالاينمنت او المحاذاه في تابت هوم، اروح اخلي اختار المحاذاه الاثنين اللي في النص، واحده مختصه بالمحاذاه الفيرتيكال او الرأسيه اللي فوق دي، واحده مختصه بالمحاذاه الهوريزونتال او الافقيه. لحد الان في اي مشكله؟ لحد الان في اي مشكله؟ يعني الصوت واضح بالنسبة للناس صح كده؟ تمام يا هندسة، الله ينور. تمام يا حبيبي. طيب هروح بعد كده على أول قائمة اسمها قائمة فايل، وزي ما تعودنا وعرفنا إن لو عايز أنشئ صفحة عمل جديدة بروح على نيو وأروح أقول له حاجة اسمها إيه؟ بلانك ورك بوك أو صفحة عمل جديدة. الحاجات التانية دي كلها حاجات جاهزة، كل ما عليا ان انا اختار منها واقول له كرييت، كل ما عليا بس ان انا اروح اعدل عليها بس. طيب اوبن
بيفتح لي ملفات اكسل موجودة على الجهاز من اوبن، وبعد كده اقول له براوز. طيب انفو، انفو او انفورميشن، ده لو حبيت ان انا اعمل باسورد للملف من بره من حاجه اسمها بروتكت ورك بوك، لو علامه القفل والمفتاح اللي انتوا شايفينها واختار نفس العلامه اللي هي علامه القفل والمفتاح واروح اكتب الباسورد بتاعي. طيب اما حاجه اسمها البروتكت كارنت شيت بيعمل لك حمايه للشيت الحالي. يعني ايه حمايه للشيت الحالي؟ يعني الشيت ده اللي انا واقف عليه اول ما اجي اكتب فيه مش هرضى يكتب. ليه مش هرضى يكتب؟ علشان انا عامل بروتكت للشيت او حمايه للشيت بتاعي، مانع التعديل عليه. ناحيه اليمين ظهر معاك المعلومات عن الشيت اللي انت فاتحه. طيب مانج ورك بوك واقول له ريكفر ان سيفد ورك بوك. انا لو شغال على شيت اكسل والجهاز فصل معايا عايز اعمل استعاده للملفات اللي انا نسيت احفظها من ريكفر ان سيفد ورك بوك. قلنا السيف والسيف از الاثنين اول مره بيساووا بعض، لكن بعد كده سيف بيحفظ لي الخطوات اللي انا بعملها، سيف از بيحفظ لي نسخه احتياطيه من الملف او بيحفظ الملف بصيغه تانية. يعني بيجيب لك سؤال مثلا في الاختبار الدولي احفظ شيت الاكسل بصيغه اسمها اكسل تمبلت، هروح على سيف از واقول له براوس، وقال لك احفظها بصيغه الاكسل تمبلت. هتروح على حاجه اسمها السيف از تايب وتختار حاجه اسمها اكسل تمبلت اهو بالشكل ده بس. طيب برنت اللي هو امر الطباعه، كوبيز عدد النسخ، برنت اكتف شيت ده لو عايز اطبع الشيت اللي انا واقف عليه، اما البرنت انتر ورك بوك هيطبع لي الملف كله ايا كان عدد الشيتات اللي جواه، اما البرنت سيلكشن الجزء اللي انا محدده بس هو اللي هيطبعه لي. اما الوان سايد بيطبع لك وش بس، والبوس سايد وش وظهر. كوليتد وان كوليتد، كوليتد بيطبع لك النسخ مرتبه ورا بعض يخلص لك من نسخه نسخه، اما الان كوليتد غير مرتبه وهتضطر ان انت اللي ترتب النسخه. الاورينتيشن اتجاه العرض، اهو اتجاه العرض بتاع الشيت. اللتر اللي هو حجم الورقه، المارجنز اللي هي الهوامش بتاعتك لو عايز اعمل له مشاركه سواء كان مع اشخاص او عن طريق الايميل وهكذا. اكسبورت بيساوي سيف از لو عايز احفظه كصيغه بي دي اف. تشينج فايل تايب هتلاقي برضو ظهر معاك انواع امتدادات اكتر. ببلش اللي هو نشر، انا هنشره بس على برنامج اسمه الباور بي. الباور بي باذن الله ربنا يدينا طول العمر ونكمل مع بعض دبلومه مايكروسوفت، هنشرح مع بعض برنامج الباور بي ونعرف ايه فائده الباور بي وايه علاقته بالاكسل. كلوز بيقفل لي الادوات اللي هي موجوده عندك فوق، اما اكزيت بيقفل لي صفحه العمل ككل. اكونت من خلالها لو عايز اغير لون النظام اهو الاوفيس سيم، واختار من هنا اللون اللي انا عايزه وعايز اشتغل عليه اهو. هنا ده لو عايز اعمل تحديث للاوفيس بتاعي هقول له ابديت ناو. هنا بيدي لك الاصدار بتاعك مايكروسوفت 365. هنا فيدباك ده لو عايز ابعت راي لشركه مايكروسوفت. هنا اوبشن الاعدادات بتاعتي. طيب اول حاجه في الاعدادات، اول ما بدخل على شيت الاكسل هتلاقيه ظهر نوع خط معين وحجم خط معين، انا عايز اغير الاثنين، عايز اثبتهم على نوع معين وعلى حجم معين اهو من اوبشن. عندك في حاجه اسمها اليوز از ذا ديفولت فونت والفونت سايز، بمجرد ما هفتح شيت الاكسل دول النوعين اللي هيظهروا معايا، ادي نوع الخط وادي حجم الخط. هنا اليوزر نيم ده لو عايز اغير معلومات الحساب او اسم المستخدم. الاوفيس سيم اللي هو لون النظام. السيف زي ما قلنا مختصه بالطباعه، انا لو عايزه يحفظ تلقائي كل وقت معين هروح على حاجه اسمها السيف اوتو ريكفر انفورميشن افري، يعني حفظ تلقائي للمعلومات كل قد ايه. طيب الحفظ التلقائي لما يجي يعمل حفظ تلقائي لوحده
الخطوات اللي انا بعملها بيحفظها لك. طب هيحفظها فين؟ من حاجه اسمها الاوتو ريكفر فايل لوكيشن. اما الملف الاصلي لما اجي اقول له سيف از وبراوز بيظهر ليك مكان معين ديفولت لوكال فايل لوكيشن اللي هو مكان الحفظ الافتراضي. اللانجوج هو لو عايز اغير اللغه اللي انا شغال بيها. كاستمايز ريبون اللي هو شريط القوائم اللي فوق، لو عايز اشيل تاب من فوق اروح اشيل من عليها علامه الصح واقول له اوكي. اما الكويك اكسس تول بار اللي هو شريط الوصول السريع، احدد الاداه واقول له اد، اشيلها احددها واقول له ريموف او ازاله. طيب ادفانسد من خلالها كنت بضيف قائمه، هقول له اديت كاستم ليست، هروح على ادفانسد واقول له حاجه اسمها اديت كاستم ليست. طيب هاجي هنا في الليست انتر، القائمه اللي انا عايز اظهرها. نفترض قلت لك ضيف لي قائمه بالاسماء اللي انا اديتها لك، محمد وادوس انتر، مصطفى وادوس انتر، علي وادوس انتر، محمود، مريم، نور، وهكذا. انا خلصت القائمه بتاعتي، لازم اكتبهم بالشكل ده تحت بعض واقول له اد او اضافه. فكده اتضاف عندك فين؟ في الكاستم ليست اللي هو القائمه المحدده، واقول له بعد كده اوكي واقول له اوكي. تعالوا كده هنا نضيف اول اسم بس انا كتبته، وبعد كده انت واقف على الخليه هتلاقي فيه علامه صغيره كده باللون الاخضر، مربع اخضر، ده اللي هو علامة الفلاش تماثل تلقائي الأصل العملية. أهو تعالوا كده نسحب لتحت، أهو ظهر معاك قائمة الأسماء اللي أنت كنت عاملها. تاني من فايل، بعد كده أوبشن، بعد كده أدفانسد، وأروح على آخر حاجة من تحت اسمها Edit Custom List وأكتب القائمة بتاعتي من هنا. طيب انا مش عايز اكتب قائمه، انا عندي تيبل وعايز اعمل مني قائمه. شايفين تحت في كلمه اسمها امبورت ليست فروم سيل، يعني هتعمل استيراد للقائمه من الخلايا. اهو هتقف في المستطيل ده وتروح تحدد الاسماء اللي عندك، اهو حددت من الخليه A2 للخليه A11، وروح اقول له امبورت جيبهم لي. بص اللي حصل، اضافوا هنا تلقائي، اقول له اد او اضافه، لكن بعد كده اوكي، بعد كده اوكي. هكتب هنا اول اسم اللي هو محمد بنفس الشكل، محمد احمد، اقول له انتر. اول ما اعمل في الفلاش كمل معاك باقي الاسماء، او كمل معاك باقي الاسماء. طيب عندي مثلا ادي الواحد والاثنين، عايز اعمل تسلسل. انا كده عرفت الاكسل هتمشي لي كل خليه واحد واحد، هروح لازم احدد الاثنين مع بعض. ازاي احدد؟ كليك شمال واسحب، اهو كليك شمال واسحب على الاثنين مع بعض، وبرضه هروح على علامه الفلفلاش واسحب لتحت، اهو كمل معايا. طيب حلو خالص، قلت له مثلا 3 6، فانا كده بقول للاكسل هتمشي لي كام؟ 3 3، احدد واروح اسحب لتحت، مشي 3 3. طيب لو جيت كتبت السبت او كتبت السطر دي اول 3 حروف بس ما كتبهاش كامله واسحب لتحت، كمل معايا الصندي مندي اللي هي ايام الاسبوع. اما لو كتبت السنه اللي هو الجون وجيت عملت في الفلاش اهو، فظهر معايا باقي السنين. فدي طريقة الفلفلاش التلقائي لأصل العملية، وهنعرف كمان شوية ازاي اعمل فلاش فيل. طيب لحد الآن في أي مشكلة مع الناس؟ الشرح واضح والصوت واضح ولا في أي مشكلة؟ تمام. يعني الصوت واضح. معلش يا نسر، لو في لو ممكن ترجع تاني معلش بعد اذنك. نعم.
لو ممكن تعيد تاني عشان لو عايز اضيف مثلا السبت لحد ومش عارف اضيفها اعملها تاني ازاي؟ طيب هعيد تاني جزء الفلاش فيل او الفيل فلاش، انا اسف لا الفيل فلاش. الفانس الفانس هعيد عليها تاني. حاضر. ماشي طيب لما اجي اكتب مثلا السبت اهو وادوس انتر، هروح اكون واقف على نفس الخلية من فوق واروح على المربع الاخضر الصغير اللي هو بيعمل لي فيل فلاش تماثل تلقائي لأصل العملية وأسحب لتحت. في ناس هيظهر معاه باقي الأيام وفي ناس لأ، هنعرف ليه. طيب تعالوا كده نكتب من غير ألف ولام ونسحب لتحت أهو. معنى كده إن هو متعرف على الألف واللام بس. طب نفترض دي مش موجودة عندي وعايز أضيفها، عادي كأني بضيف قائمة، بروح على فايل وبعد كده اوبشن فايل بعد كده اوبشن واروح اختار من القائمة اللي ناحية اليسار حاجة اسمها ادفانسد ادفانسد، وهنزل لتحت خالص اختار حاجة اسمها ايديت كاستم ليست، وبروح على فايل بعد كده اوبشن بعد كده بختار حاجة اسمها ادفانسد، وهنزل تحت خالص اختار منها ايديت كاستم ليست، فظهر بالشكل ده. انا عايز اكتب القائمة دي، هروح على المربع الفاضي اضغط عليه، هروح اكتب السبت وادوس انتر. لازم تخلي الحاجات اللي عايزها في القائمة تحت بعض. اروح اكتب الاحد، ادوس انتر، اكتب الاثنين وادوس انتر، اكتب الثلاث وادوس انتر، الاربع وادوس انتر، الخميس وادوس انتر، الجمعة. كده انا خلصت القائمة بتاعتي اهو كتبتها هنا. طيب علشان اضيفها للقائمة اللي هي ناحية اليسار اعمل ايه؟ ادوس على كلمة اسمها اد او اضافة، اد او اضافة، هلاقيها اتضافت عندي هنا اهي بالشكل ده. طيب بعد ما ضفتها هروح اقول له اوكي اهي من تحت، بعد كده اختار برضو تاني اوكي، اجي اعمل القائمة هلاقيها اتعملت معايا. ده اللي هو بالنسبة للفيل فلاش. طيب حلو خالص، يبقى كده عرفنا ان الفيل فلاش بتعمل تماثل تلقائي لاصل العمليه. طيب العكس اللي هو الفلاش فيل، فلاش فيل لو عندي اسم مدمج بالشكل ده وعايز افصل، يعني محمد افصل احمد على علي، اول حاجه بعملها ايه؟ بحدد العمود اللي عايز افصل منه، بحدد العمود اللي عايز افصل منه، وبروح على تابة اسمها داتا، وبروح على تابة اسمها داتا، وهرجع في الاخر خالص عند جروب اسمه الداتا تولز، هختار منه التكست تو كولوم، تكست تو كولوم هدوس عليه. طيب يبقى بحدد العمود اللي عايز افصل منه، وبروح على تابة او قائمة اسمها داتا، وبختار اخر اختيار اللي هو تكست تو كولوم. بعد ما اقول له تكست تو كولوم هقول له انا عايز اعمل فصل، حاجه اسمها ديلميتد وحاجه اسمها فيكسد ويدث. ديلميتد معناها ان انا هعمل فصل معياري، يعني بالمجاز زي ما بيقولوا، انا هفصل اسماء عن بعض، انا هفصل نصوص عن بعض. اما الفيكسد ويدث بيخلي لك العرض، بيلعب في العرض، يعني بيبقى فصل قياسي. يبقى اتاكد ان انا مختار فصل معياري واروح اقول له نيكست اللي هو التالي. طيب اولا عشان افصل لازم يبقى في مسافات، مسافه ما بين اسم والتاني،
من هنا هعلم علامة صح على كلمة اسمها سبيس. هعلم علامة صح على كلمة اسمها سبيس، وراح اعمل لك فصل اهو من تحت، عمل لك فصل من تحت، وبعد كده اقول له ايه نيكست او التالي. حلو لحد الان. طيب انا عايز افصل فين بالظبط؟ انا عايز اول اسم يفصله لي في اللي هو العمود بي. هروح عند حاجه اسمها ديستنيشن، واروح امسح اللي مكتوب، واروح بس اضغط ضغطه واحده بس على العمود الثاني اللي هفصل فيه، اول عمود هفصل فيه، وبعد كده هقول له فينيش. اوكي، اللي حصل عمل لك حاجه اسمها الفصل المعيار، فصل ما بين الاثنين، فصل ما بين الاثنين. حلو خالص. طيب انا دلوقتي فصلت، زي ما فصلت انا عايز كمان ادمج، عايز المره دي ده الفصل المعياري، وعندك هنا حاجة اسمها الفلاش في لا بيعمل لي تعبئة تلقائية. يعني ايه الكلام ده؟ انا بعد ما فصلت انا المرة دي هدمج الاسمين تاني مع بعض، محمد مع احمد. هكتب الاسمين بالشكل ده، محمد احمد، وادوس انتر، واكتب بعد كده اتش اي اتش ام اي دي، كملها علي، وادوس على الاتش اللي بعد كده. طيب انا بمجرد ما هكتب الاسماء انا عايزه يملي الاسماء زي ما انا عامل بالظبط. ازاي يعني؟ هو انا عرفته ان انت هتدمج مع الاسم الثاني. طب لحد الان ما ظهرش، هروح ادوس على اختصار كنترول مع اي، كنترول مع اي. كنترول مع ايه هيعمل لك تعبئة تلقائية. لكن بصوا كده، انا عندي مشكلة دلوقتي، مثلا هقول هروح على الشيت ده، افتح شيت جديد، واروح اكتب مثلا هنا احمد. مجرد في الشيت ده ممكن تكبر مشكلة في الشيت التاني. أنا عايز المرة دي أدمج. طيب أقول له أحمد محمود، واجي اكتب اي ال علي. شايفين اللي حصل؟ بمجرد ما كتبت اول حرف او اول حرفين ظهر معاك زي تعبئه، فبيقول لك انت تقصد هتدمج الاسم الاول مع الثاني. هقول له اه، هدوس انتر. طيب نفترض جيت هنا عند علي وبكتب ما ظهرش معايا، هدوس على اختصار كنترول مع اي، ده اللي هو اختصار الفل فلاش. يبقى كده عرفنا لو حبيت ان انا اعمل فلاش فيل بعملها ازاي. طيب امسح دي، امسح دي، اروح اكتب مثلا نجرب تاني ممكن تعمل معانا محمد احمد، اهو عملت معايا، ادوس انتر. انا كده عملت لها تعبئة تلقائية. طيب حلو خالص. انا دلوقتي عايز اعمل ليست او قائمه، مش اللي هو بمجرد ما هكتب اول اسم واعمل في الفلاش هتظهر معايا باقي الاسماء، لا انا عايز اعمل قائمه واختار منها الاسم اللي انا عايزه. بروح على تابة اسمها داتا، وبختار منها حاجه اسمها الداتا فاليديشن. الداتا فاليديشن هدوس هنا اهو، الداتا فاليديشن هدوس عليه. طيب انا عايز اعمل ايه بالظبط؟ انا عايز اعمل ليست او قائمه من حاجه اسمها اللو، هختار حاجه اسمها ليست، اللو هختار ليست. حلو.
يبقى انا من هنا اخترت قائمة. فتحت بيقول لك السورس او المصدر، مصدر القائمة فين؟ اهو هحدد مثلا اللي انا عايزه واقول له اوكي. شايفين السهم اللي ظهر من ناحية اليمين اهو، دي القائمة بتاعتك. عملتها تاني ازاي؟ ان انا بروح على تابة اسمها داتا واختار منها حاجة اسمها الداتا فاليديشن، ومن قال له هختار حاجة اسمها ليست او قائمة، انا عايز اعمل قائمة. فتحت بيسألك بيقول لك السورس او المصدر بتاعك فين، المصدر مصدر القائمة فين، هروح احدد المصدر بتاعي واقول له بعد كده اوكي. بمجرد ما تضغط على القائمة ظهر معايا اللي هو الداتا فاليديشن. دي الفاليديشن بتاعتي. طيب لحد الآن الأمور بسيطة والأمور سهلة بالنسبة للناس. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. يبقى كده عملنا الفيل فلاش والفلاش فيل. احنا قلنا الفيل فلاش تماثل تلقائي الأصل العملية، أما الفلاش فيل اللي هو ظهرت معايا من شويه بمجرد ما هقول له ان انا هدمج الاسمين هو عارف انا هعمل ايه بالظبط. طيب عندك في تاب داتا عندك بعد تكست تو كولوم اللي هي الفلاش فيل اهو، شايفين ادي الفلاش فيل. بدل ما اعمله يدوي هروح على القائمه اللي موجوده عندي هنا. بصوا كده بصوا اهو تاني، روح انا بس عرفته انت هتعمل لي ايه في الاول. جيت على الخليه اللي بعد كده رحت دوست جنب تكست تو كولوم في اداه اسمها فلاش فيل، هدوس عليها عبالي اهو، عبى تلقائي اللي انا عايزه بالشكل ده. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها ريموف دوبليكيت، يعني لو عندي حاجه متكرره في الشيت عايز اعمل لها ازاله، يعني احدد الجزء ده واقول له ريموف دوبليكيت، بقول له ريموف دوبليكيت بعد كده اقول له اوكي. انت بيقول لي انت عايز تعمل ازاله للمتكرر من فين، من اي عمود فيهم، بس انا محدد على كله اقول له اوكي. فبيقول لي مفيش حاجه متكرره، وكمان لو عامل دمج اهو بالشكل ده عامل دمج، التكرار او الاداه دي مش هتشتغل معاك، وهنعرف كمان شويه ازاي بعمل الدمج. طيب عندك هنا حاجه اسمها السورت اند فولتر، اللي هو اللي لو عايز اعمل ترتيب من الايه للزت او من الزت للايه، اما الفلتر ده لو عايز اعمل فلتره. بصوا كده اول ما ادوس على فلتر شايف السهم اللي ظهر اهي، سهم الفلتره، اضغط عليه تاني كده انا شلت الفلتره بتاعتي. طيب عندك هنا حاجه اسمها الكويري، ده لو عايز اعمل استعلام على حاجه معينه زي ما خدنا في الاكسس. انا مش عايز اظهر التيبل ده كله، انا عايز اظهر جزء معين منه على الكويري. طيب عندك هنا بيقول لك الداتا، انا لو عايز اجيب بيانات في حاجه اسمها الجيت داتا، عايز اجيب بيانات من الاكسس اهي فروم داتابيز. طيب عايز اجيبه من شيت اكسل داني، عايز اجيبه من بي دي اف، فده لو عايز اجيب بيانات من مصدر خارجي وادرجها داخل الاكسل، ادي فروم باور بي، ده لو عايز اجيب بيانات من الباور بي. طيب وهكذا، ده بالنسبة لي قائمة داتا بكل سهولة بالنسبة للناس. امر بسيط الامر سهل. ريفيو ده لو كنا من خلالها بنعمل سبيلنج او تصحيح املائي للشيت، لو عندي كلمة غلط بيصححها لي. تمام. عندي النيو كومنت لو عايز اضيف تعليق جديد، اما البروتكت شيت لو عايز اعمل حمايه للشيت بتاعي اهو، اول ما اقول لك بروتكت شيت واروح اكتب الباسورد واروح اعمل تاكيد للباسورد، تعالوا كده نكتب اي حاجه داخل الشيت، ظهر رساله قال لي انت مش هتقدر تعدل عليه عشان خاطر صاحب الشيت عامل حمايه ليه، فاطلب الباسورد منه. الغيه ازاي؟ اروح تاني على unprotect sheet واكتب الباسورد بتاعي، فانا كده لغيته. اما البروتكت ورك بوك بيعمل لك حمايه للشيت او الملف من بره من قبل ما تدخله.
فيو أول حاجة طريقة العرض الخاصة بالشيت أول أربعة. أما الجريد لاينز ده لو عايز أظهر الشبكة البيانية اللي من ورا أهو. الفورمولا بار اللي هو شريط الصيغة، شريط المعادلات زي ما انتم شايفين. أما الهيدنج اللي هو الأعمدة والصفوف اللي هو الاي بي سي وال 1 2 3، وده الزوم بتاعي، كبر وصغر في الشيت بتاعي. طيب نيجي وندو لو عايز اعمل نافذه جديده. حلو خالص، قالوا كده نروح على حاجه اسمها هايد، عمل لك اخفاء للشيت بتاعك اهو. عايز اظهره تاني هقول له ان هايد، اقول له ايوه الشيت ده اللي عايز اظهره. اوكي. طيب عايز اجمد اول صف، انا وبنزل لتحت كده الصف الاول اختفى، لا انا عايز بمجرد ما انزل الصف الاول ثابت. احدد الصف الاول من بره واروح اقول له فريز بين واختار فريز توب رو، هتعمل لي تجميد لاول صف. انزل لتحت ادي اول صف لسه موجود، الغيه ازاي تاني من الان فريز بين. طيب عايز اثبت اول عمود، بحدد اول عمود ومن فريز بين هقول له فريز فيرست كولوم، مهما تتحرك ناحيه اليمين العمود الاول متثبت، الغيه ازاي تاني من ان فريز بين. كنا اخدنا من قائمه بيج لاوت اللي هي المارجنز اللي هي الهوامش، الاورينتيشن اتجاه العرض، السايز اللي هو الحجم، الكالر اللي هي الالوان بتاعت الخط اهو، لما اجي اغير اللي هو لون الخط من هنا، الالوان التدريجيه دي لو عايز اغيرها من البيج لاوت ومن الكالر، السمز اللي هي السمزات بتاعتك، هنا الفونت اللي هو الباراجراف عندك، والافكت تاثيرات الخاصه بالاشكال، بريكس لو عايز اعمل فواصل، عندك باك جراوند لو عايز احط خلفيه للشيت بتاعي اهو، ورك اوف لاين واقول له انسرت، انا حطيت خلفيه للشيت اللي انا شغال عليه. طيب لحد الان زي الفل. هنا الويتس والهايد الخاصين بالخلية اهو، الويتس لو قلت 7 بيج معناها عرض الشيت اللي انا شغال عليه عايزه كأنه عامل 7 صفحات. يعني بصوا لما جينا نختار من هنا اللي هو اوتوماتيك تلاقي فيه زي خط بالطول ظهر اللي هو نقاط كده متنقط، تمام. نرجع نكمل تاني. زي ما قلنا شايفين اللي هو الخطوط اللي ظاهره دي، لما اجي اعمل طباعه في خط منقط ظهر معاك، تعالوا كده نعمل برنت، فالطباعه ظاهره معاك لحد الخط المنقط. طيب تعالوا من الويتس هنا اختار مثلا 4، اختار اي حاجه وروح على فايل بعد كده برنت، برضو ما اعملش حاجه. طيب انا لما اجي اطبع هي دي خاصة بإيه؟ خاصة بالطباعة. لما أجي أطبع في طريقة معينة للطباعة، أول حاجة بعملها بحدد الجزء اللي أنا عايز أطبعه، بحدد الجزء اللي أنا عايز أطبعه، يبقى أول حاجة بحدد الجزء اللي أنا عايز أطبعه. ثم بعد كده بروح على تابة اسمها البيج لأوت، هروح على تابة بيج لأوت. طيب وبعد ما بروح على ايج لي اوت هروح اختار منيها امر اسمه برينت اريا، برينت اريا او طباعه المنطقه برينت اريا، واروح اقول له سيت برينت اريا، سيت برينت اريا. يبقى اول حاجه اقول له برينت اريا واقول له سيت برينت اريا. شايفين السهم الصغير اللي تحت كلمه برينت تايتل، هدوس عليه واروح اقول له حاجه اسمها ايه فيت تو، يعني انا عايزك تطبع لي كل ده في ورقه واحده. اروح اكتب هنا واحد لو ما كانتش مكتوبه يعني، واروح اقول له اوكي. تعالوا كده نروح على الطباعه اهو، ده اللي ظهر معايا. يبقى اول حاجه بحدد وبروح على البيج لي اوت، ومن البرنت اريا هختار حاجه اسمها سيت برنت اريا، وبعد كده من السهم اللي تحت البرنت تايتلز من الفيت 2 اروح اتاكد ان انا مختار او كاتب واحد عندي. طيب اولا انا لو
كتبت أكتر من اسم في الشيت، نفترض 30 40 50 100، هل ال100 هيجولي في نفس الورقة؟ لا، هيكتب لك مثلا في الورقة الأولى 50 اسم والورقة التانية 50. طيب لما يجي يدخل على الورقة التانية هيكمل على الاسم اللي بعده، يعني مثلا 51 52، ولا هيبدأ بالصف بتاعك الأولاني؟ لا هيكمل. طب أنا عايز الصف دي، الصف الأول يكون ظاهر في كل ورقة هطبع فيها، في كل ورقة هطبع فيها، فبروح على حاجة اسمها print titles. أنا عايز أعمل تكرار للصف ومش العمود. أهو بيقول لك إيه، rows to repeat at top، الصفوف أو الصف اللي عايز تعمل له تكرار في الأعلى. أضغط على المستطيل وأروح أحدد الصف الأول، أنا عايز أكرر الصف الأول. بعد كده أقول له أوكي. كده لما تيجي تطبع في أي ورقة هتطبعها هتلاقي الصف الأول موجود معاك. طيب حلو خالص لحد دلوقتي، فدي الطريقة الصحيحة للطباعة في الإكسل. طيب إحنا قلنا الشيت رايت تو ليفت بيحول اتجاه الشيت من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار. هنا الجريد لاينز الشبكة البيانية فيو، لو معلم علامة صح على فيو هتظهر معايا، لو شايل علامة الصح هتختفي معايا. طيب هل الشبكة البيانية بتظهر في الطباعة؟ لا. طيب لو عايز أظهرها هعلم علامة صح على برنت فهتظهر معايا في الطباعة. طيب الهيدنج اللي هي الأعمدة والصفوف اللي فوق أهي، الأعمدة والصفوف، هل بتظهر معايا في الطباعة؟ برضو لا. لو عايز أظهرها أروح أعلم علامة صح على برنت فهتظهر معايا في الطباعة. هنا لو عندي شكل معين مثلا أدرجته أهو شكل زي ده، وادي شكل تاني، تمام. عندك في البيج لاي اوت البرينج فورورد حاجه اسمها برينج تو فرونت، انا عايز اخلي اللي هو الدايره اللي باللون الازرق امام الدايره اللي باللون الاسود، هقول له برينج تو فرونت خليها لي قدام اهي. طب عايز ارجعها ورا سند تو باك. طيب السلكشن بين، سلكشن بين بتظهر ليك العناصر اللي انت ضايفها في الشيت اهي، اخفيها واظهرها من علامه العين. اما الاوفل وان ده لو عايز اغير اسمها اضغط عليها ضغطتين كليك شمال واكتب الاسم اللي انا عايزه. طب الالاين المحاذاه بتاع الشكل انا عايزه فين بالظبط. اما الجروب لو محدد الشكلين مع بعض وعايز ادمجهم، انا عايز ادمج الشكلين دول، احدد الاثنين واقول له جروب، عايز اعمل تدوير روتيت بيعمل لي تدوير للشكل بتاعك. عندك قائمة اسمها انسرت، وزي ما اتفقنا ان انسرت من خلالها بعمل ادراج سواء لتعليق او لينك او تكست بوكس مربع نص او هيدر وفوتر او مربع نص بس بشكل معين، سيمبل اللي هي المعادلات والرموز. لو عايز اضيف مثلا في الاسكان، لو عايز اضيف صورة، عايز اضيف شكل، عايز اضيف سمارت ارت او مخطط تفصيل. طيب عايز اعمل رسم بياني للجدول بتاعي، احدد الجدول اللي هعمل له الرسم البياني. انا حددت الجدول اللي هعمل له رسم بياني واروح على انسرت في حاجة اسمها شارت او رسم بياني جروب خاص بس بالرسومات البيانية، واروح اختار من هنا اي رسم بياني انا عايزه. ادي ظهر الرسم البياني بتاعك بالشكل ده. يبقى تاني لو عايز احول تيبل عندي لرسم بياني بحدد التيبل ومن انسرت هختار من جروب شارت اختار الرسم البياني اللي انا عايزه. طيب فاكرين من شويه كنا بنقول في حاجه اسمها الكويري او استعلام، انا هنا عايز اظهر درجات العربي والانجليزي بس، فبعمل حاجه اسمها البايفوت تيبل، احدد الجدول بالكامل الاول، بحدد الجدول بالكامل بتاعي اللي عايز من خلاله
اعمل استعلام على حاجه، ومن انسرت هختار حاجه اسمها بايفوت تيبل. بعد كده اقول له ايه، اوكي انا عايز اعمله في ايه، شيت جديد اهو. طيب اول ما قلت له اوكي ظهر ناحيه اليمين اللي هو الصف الاول بتاعك، انا عايز اظهر ايه الاسماء، وعايز اظهر درجات العربي والانجليزي اهو. فظهر معاك درجات العربي ودرجات الانجليزي. فده انا مش عايز استعلم عن كل ده، انا عايز استعلم على جزء معين، انا عايز استعلم على جزء معين، انا عايز درجات العربي والانجليزي. فبحدد الجدول اللي هستعلم منه، وبعد كده من انسرت هقول له بايفوت تيبل، وبعد كده اقول له اوكي. بعد كده اعلم من هنا علامة الصح على الحاجة اللي عايز اظهرها بالشكل ده. زي ما قلنا ده اسمه البايفوت تيبل. طيب كويس لحد دلوقتي. طيب المرة دي مش هعمل بايفوت تيبل، انا المرة دي هعمل بايفوت شارت. هستعلم بس عن طريق ايه؟ عن طريق الشارت او الرسم البياني. او حدد واقول له بايفوت شارت واقول له اوكي. ظهر معاك نفس القصة بالظبط اهو. انا كده جاب لي ايه؟ جاب لي رسم بياني خاص بالعربي والانجليزي بس اهو. بالعربي والانجليزي بس. فده اسمه البايفوت شارت. كلمة بايفوت معناها ان انا هعمل استعلام على حاجة معينة، انا مش عايز اظهر كله مرة واحدة، انا مش عايز اظهر كله مرة واحدة. طيب عندك قائمة هوم، زي ما احنا متعودين قائمة هوم اسهل منها مفيش. عندك لو عايز اغير نوع الخط من المستطيل دي، حجم الخط من الرقم، ايه الكبيرة وايه الصغيرة، ايه الكبيرة بتكبر حجم الخط وايه الصغيرة بتصغر حجم الخط، اما البي بتتخن الخط، الاي بتميله، اليو بيحط لي خط تحت الكلام، علامة الجردل بتعمل لي زي ايه، تعبئة اهو. انا هعمل تعبئة للصف ده، تعبئة بالشكل ده، تعبئة. فعلامة الجردل بتعمل لي تعبئة، اما الاي ده لون الخط، لون الخط اللي انت واقف عليه. طيب نفترض انا الجزء ده مش عامل له حدود بالشكل ده، عايز اعمل له حدود، احدده وبروح على علامة الاربع تربع واختار all border، فحط لك حدود للشكل بتاعك بالشكل، راح اعمل لك حدود. طيب لو عايز اظبط المحاذاه الرأسية والافقية، احدد التيبل كله واختار من هنا العلامتين اللي تحت بعض. طيب الاي بي المايلة، الاتجاه اهو، الاي بي المايلة، اتجاه التكست او النص داخل الخلية. طيب هنا في حاجة اسمها ليفت تو رايت وحاجة اسمها رايت تو ليفت. احنا قلنا دي من ايه؟ انا لو بكتب انجليزي هختار ليفت تو رايت من اليسار الى اليمين، لو بكتب عربي هختار رايت تو ليفت، اما الكونتكست على حسب اللغة بتاعت لوحة المفاتيح. طيب عندي اكتر من خلية بالشكل ده، وعايز اخلي الخلايا دي كلها خلية واحدة، هعمل له حاجة اسمها ميرج او دمج. انا دمجت كل ده في خلية واحدة. طيب انا بكتب كلام كبير، كلام كتير، يعني نفترض مثلا اهو كتبت هي انترناشونال كمبيوتر درايفنج لايسنس، قول له انتر. ايه اللي حصل؟ الكلمة عشان كبيرة عمل ايه؟ كملت معايا الخلية اللي بعدها. طب لو قلت له الراب تكست، بص الراب تكست عملها لي ايه؟ خلهم لي بالطول بالشكل ده تحت بعض. يبقى الراب تكست بيعمل لك التفاف للنص، يا اما اكبر العمود اهو، انا كبرت العمود بتاعي.
انا كبرت العمود بالشكل ده، يا اما اعمل له الراب تكست او صغير اقول له راب تكست خليها لي بالشكل ده. بره تكست يعمل لي التفاف للنص. حلو خالص. اولا انا واقف على الخليه دي، عندي حاجه اسمها الداتا تايب او نوع البيانات. طيب يعني ايه نوع البيانات؟ اولا انا هكتب هنا، كتبت رقم بالشكل ده، الرقم الموجود في الخليه اهو. انا عايز الخليه دي لما اجي اشتغل فيها يعمل لي نوع البيانات ايه؟ date and time. هروح على النمبر، ودي اسمها الداتا تايب او نوع البيانات، هختار حاجه اسمها الشورت دي، هيخليه لك بالشكل ده. طيب اللونج ديت تاريخ طويل. علامه الشباك لما تظهر معناها ان الخليه بتاعتي صغيره، اكبرها اهو. طيب الكرنسي ظهرت في شكل عمله. طيب التايم في شكل وقت. طيب التكست بقى، تعالوا كده نكتب رقم تليفون. لما اجي اكتب رقم تليفون الصفر اختفى، انا عايز اظهر الصفر بتاعي، لازم اختار نوع البيانات تكست وارجع اكتب الصفر تاني من الاول وادوس انتر. ايه اللي حصل؟ تلاقي الصفر ظهر عندك موجود. اجي لما اكتب في الخليه اللي تحت برضه لازم اخليها تكست. طيب انا لسه هعمل لكله تكست؟ لا، هتعمل في الفلاش كل اللي جاي هتعمل لك تكست اهو زي ما انتم شايفين. نركز. طيب دي لو جينا حولناها الكرنس او عمله، ادي هنا العملات اللي عندي تحت المستطيل اللي فيه الداتا تايب، في عندك عملات. طب لو قلت له مور اكاونتنج فورمات، فتح معايا قائمه بالشكل ده، من اكاونتنج من السيمبل هتختار العمله بتاعتك، من السيمبل هتختار العمله بتاعتك. طيب دي علامه النسبه المئويه. طيب دي اللي هي العلامه العشريه بتاعت الألف. يعني لو أجي أكتب ألف، أول ما أدوس على دي أو أنا عايز أخلي بس نوع البيانات دي كلها جنرال صح، أجي أكتب مثلا ألف أو 10,000، 100,000، مليون، احدد دول واروح اقول له مثلا اهو. فدي علامه الالف، الفصله بتاعت الالف. طيب اللي هو صفر من فوق وصفرين من تحت بيزود لك بعد العلامه العشريه صفرين، اما اللي صفرين من فوق وصفر من تحت بيقلل اللي هو بعد العلامه العشريه. واحده بتعمل انكريز زياده، واحده بتعمل انكريز. طب لو رحت على السهم اللي جنب الاكاونتنج واخترت مور نمبر فورمات، لو قلت له كرنسي هروح على السيمبل اختار العمله بتاعتي هنا، سيمبل تختار العمله بتاعتك. طيب لو رحت على الديت التاريخ، المره دي انا عايز اخلي التاريخ تاريخ هجري، اجي عند اللوكيت اختار اي دوله عربيه، اي دوله عربيه، فظهر من تحت حاجه اسمها الكليندر تايب، نوع الاجنده هقول له ايه؟ هجري. بص حتى هتلاحظ فوق ظهر معاك التاريخ الهجري، واقول له بعد كده اوكي. بس حلو خالص لحد دلوقتي. ده بالنسبه للداتا. طيب جيت انا والله مثلا عملت هنا، دي هخليها كلها جنرال. من 1 لـ10 اخليها كمثال اهو، او خلينا لحد هنا. طيب هنروح على حاجه اسمها الكونديشنال فورماتنج او التنسيقات الشرطيه.
بس قبل ما ابتدي اكمل، هل لحد الان كل حاجه واضحه؟ هل الصوت واضح بالنسبه للناس؟ تمام، كويس خالص. طيب فشابه ولا شمال في السجناش ولا طيب تعالوا كده نحدد أول حاجة. قبل ما بعمل تنسيقات شرطية لازم أحدد. تمام؟ حلو. هو أصلا بالنسبة لمحاضرة النهاردة مراجعة، الحاجات دي اتشرحت قبل كده. هو الإكسل فعلا واسع، يعني إن شاء الله كده ربنا ييسر أمورك، يبقى في كورس لوحده خاص بالإكسل أصلا. هنشرح بس في كل ما يخص القوائم اللي فوق. تمام؟ طيب أنا هعمل حاجة اسمها الكونديشنال فورماتنج أو التنسيقات. في التنسيقات الشرطية لازم أحدد الأول الجزء اللي هعمل عليه تنسيقات شرطية، وأروح على جروب اسمه ستايلز من قائمة هوم، ومن كونديشنال فورماتنج أنا هقول له عايزك تعمل لي هايلايت، يعني تظليل أهي. طيب بيقول لك هايلايت سيل رولز، تظليل على الخلايا بشروط معينة. عايزك تعمل لي تظليل على الخلايا اللي هي أكبر من، يبقى هختار greater than. طيب أنا عايزك تعمل لي تظليل على الخلايا اللي هي أكبر من مثلا 8، أمسح الرقم المكتوب وأقول له 8. هتلاحظ عمل لك تظليل على الخلايا اللي هي أكبر من إيه؟ من 8. طيب اللون من حاجة اسمها الويز، تختار اللون اللي انت عايزه. انا مديك اللون الاحمر والاصفر والاخضر، انا مش عايز الالوان دي، عايز الوان اكتر. هقول له كاستم فورمات ومن الفل، اختار من فوق حاجه اسمها فل واختار اللون اللي انا عايزه. اقول له اوكي. احدد برضو، والمره دي من كونديشنال فورماتنج عايزك تعمل لي تظليل على الأرقام اللي هي أقل من 3، يبقى less than 3. فالأرقام اللي هي أقل من 3 عمل لك تظليل عليها. طيب المرة دي عايزك تعمل لي على الأرقام اللي هي ما بين كذا وكذا، أقول له between 3 and 6 باللون مثلا الأصفر. فالارقام اللي هي ما بين 3 و6 هيعمل لك تظليل عليها، بس كمان هيظلل على ال 3 وال6 واللي بينهم، واقول له اوكي. طيب لو قلت له مثلا equal to، الرقم اللي انا هكتبه هنا هيظلل عليه، هقول له 8، فظلل على الرقم اللي انا محدده. نغير بس اللون، اقول له اوكي، فعمل تظليل على الرقم اللي انا كتبته في الايكوال تو. طيب تعالوا كده نحدد الاسماء، ومن conditional formatting هقول له equal to، واروح اكتب هنا محمد احمد، راح عمل لك تظليل على الاسم اللي انا كتبته. ف equal to بيعمل لك تظليل على الحاجه اللي انت كاتبها هنا. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها text. الأداة دي بستخدمها برضو للنصوص بس، أهي تكست، فبيعمل لك تظليل على النص اللي أنت هتكتبه هنا، يعني دي دالة خاصة بالتكست بس. طيب الدوبليكيت فاليوز، القيم المتكررة، تعالوا كده نحدد الجزء دي، وعايز أعرف هل في قيم متكررة هنا ولا لأ؟ من conditional formatting وهقول لك هتعمل لي تظليل على ال duplicate values. اهو كل القيم اللي ظلل عليها هي متكررة، واخدين بالكم اهو. اما الغير متكررة انكيو، ده الغير متكرر، اما ال duplicate المتكرر. طيب حتى في الاسماء لو عايزه يظلل على الاسماء المتكررة،
دوبليكيت فاليوز واقول له اوكي، فهيظلل معاك على الاسماء اللي هي متكرره. اما الديت اسرنج اللي هو التاريخ، لو عندي تواريخ وعايز اظلل على تاريخ معين من هنا، اختار التاريخ بتاعي واقول له اوكي فهيظلل عليه. طيب جيت حددت مثلا الجزء دي، همسح التنسيقات اللي عليها، هقول له كلير فورمات، مسح لك التنسيقات اللي انت كنت عاملها. طيب المرة دي هنروح على تاني أداة اسمها التوب اند بوتم. يعني ايه توب اند بوتم؟ هتعمل لي تظليل على أكبر أرقام. أقول له توب 10 أيتم، هتعمل لي تظليل على أكبر 10 أرقام. لا، أنا مش عايزك تظلل على أكبر 10 أرقام، عايزك تظلل على أكبر 5 أرقام. أروح أكتب له 5 وأقول له أوكي، هلاقيه ظلل على أكبر 5 أرقام. طيب أصغر 5 أرقام اللي هو البوتم 10 أيتم. طيب التوب 10% هيعمل لك أكبر من 10% هيظلل عليها، أما البوتم أقل من 10%. يعني هو بيحسبها لك كنسب مئوية، بيحسبها لك بالنسب المئوية. طيب علشان أجيب المتوسط للأرقام دي، المتوسط بجيبه إزاي؟ بجمع الأرقام اللي عندي وبقسمها على عددهم، بجمع الأرقام وبقسمها على عددهم، واروح اقول له عايزك تعمل لي تظليل على الحاجات اللي هي above average، فوق المتوسط. طيب below average، تحت المتوسط. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الداتا بار، دي ستايلات موجوده عندك، اختار منها اللي انت عايزه. الكلر سكيل برضو ستايلات تانية بالشكل ده. الايكون سيت هيعمل لك بس عن طريق اللي هو ايقونات زي ما انت شايف. فالكونديشنال فورماتنج خاصة بإيه؟ خاصة باللي هو التنسيقات الشرطية. بصوا كده هنا معايا، جيت هنا مثلا حق معناها حضور، وغين معناها غياب. حضور وغياب، حضور وغياب، حضور وغياب. حددت ورحت على conditional formatting. طيب هقول لك والله المرة دي هتعمل لي تظليل على ايه؟ equal to، تظليل على الح باللون الاخضر، اقول له اوكي. طيب نفس الكلام هتظلل على equal to على الغين باللون الاحمر، اقول له اوكي. تعالوا كده نمسح، اكتب ح اقول له انتر، عملها لي باللون الاخضر، غين بالاحمر اهي، ح غين وهكذا. ليه؟ لان انا حددت الجزء ده، ومن هنا رحت على الهايلايت وقلت له ايكوال تو. الحاجه اللي انا هكتبها هنا هيظلل عليها باللون بتاع اللي انا عايزه. طيب لو حددت التيبل ده ورحت قلت له فورمات از تيبل واخترت شكل الجدول واقول له بعد كده اوكي، فحولها لي الى تيبل، عمل لك ليها عمليه فلتره. في عمليه الفلتره هتلاقي اول ما تدوس على السهم اللي جنب العنوان ظهر من تحت الاسماء، نعلم عليها علامه صح. تعالوا كده نشيل علامه الصح من علي ومن ميرنا ومن محمد احمد واقول له اوكي. شالهم لي من فين؟ من التيبل بتاعي. اظهرهم تاني ازاي؟ هدوس على السهم واروح اعلم عليهم علامه صح فهيظهروا معايا. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. طيب السيل ستايل ده ستايل الخليه، بيجيب لك سؤال في الاختبار الدولي غير الستايل او النمط بتاع الخليه الى النورمال. من السيل ستايل اختار حاجه اسمها نورمال او الباد او الجود، دي كلها ستايلات بتختار منها اللي انت عايزه. طيب لو حددت العمود الاول، احدد العمود الاول ازاي؟ اللي هو هضغط على العمود من بره فحددته. عايز ادرج عمود من انسرت، هقول له ايه؟ انسرت شيت كولوم، هيدرج لك عمود قبله، يبقى انسرت شيت كولوم هيدرج لك عمود. طيب لو حددت اول صف وقلت له انسرت
شيت رو يقول لك صف من فوق، وده لو عايز ادرس صف او عمود. اما لو عايز احذف بحدد العمود اللي عايز احذفه واقول له ديليت شيت كولوم، اما لو عايز احذف الصف اقول له ديليت شيت رو، اما لو عايز احذف الخليه ديليت سيل. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الفورمات، الاوتو فيت رو هايت والاوتو فيت كولوم ويدث. الاوتو فيت رو هايت بيحافظ لك على ارتفاع الصف، اما الاوتو فيت كولوم ويدث بيحافظ لك على عرض العمود. اول ما ادوس على الرو هايت بيقول لك اكتب ارتفاع الصف بتاعك. طيب الكولوم ويدث اكتب عرض العمود. طيب عندك الهايد والان هايد. الهايد لو عايز اخفي صف، عايز اخفي عمود، عايز اخفي شيت، عايز اخفي اعمل الغاء اخفاء العمود او لشيت. رينيم لو عايز اعمل اعاده تسميه للشيت بتاعي. الموف اور كوبي لو عايز اعمل له انتقال لمكان غير التاني. تاب كلر لو عايز اغير لون الشيت، بيجيب لك سؤال في الاختبار الدولي غير لون الشيت. الشيت بيعمل لك حمايه للشيت من التعديل. طيب اسم الشيت من تحت لو عايز اغير الاعداد بتاعته هضغط كليك يمين عليه. لو عايز احذفه ديليت، اعاده تسميه رينيم. طيب موف اور كوبي هعمل له انتقال. طيب هتعمل له انتقال قبل اي شيت بتختار من هنا قبل الشيت بتاعك. انا هعمل له انتقال قبل والله الشيت اللي هو الكاونت زائد الراوند، وراح اقول له بعد كده اوكي. في طريقه تانية ان انا بضغط كليك شمال عليه واسحب، كليك شمال واسحب، هتلاقي في مثلث ظهر من فوق، برضو بيجي عليها سؤال في الاختبار الدولي. طيب عندك هايد لو عايز اعمل له اخفاء. طيب بصوا كده في التاب كلر انا عملت كذا لون. الشيء اللي انا واقف عليه لو عامل له لون، لو انا مفعل الشيت دي هتلاقيه ظاهر بس بايه؟ بنسبة بهتان. أما الشيت المكفول هتلاقيه ظاهر اللون خالص معايا، واضح معايا. أنا مش عايز اللون، هقول له إنه فيل. أما لو عايز أعمل تحديد للكل أقول له شيت أو سيلكت أول شيت وهكذا. إنسرت أول ما أدوس عليها أنا أقول له عايز أدرج شيت جديد، هروح أقول له بعد كده أوكي فأدرج معايا شيت جديد. هقول له ديليت. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. علامة الزائد برضو هنا بتدرج لي شيت جديد، علامة الزائد بتدرج معايا شيت جديد. طيب الاوتو سم دي المعادلات بتاعتي، الاوتو سم اللي هي المعادلات بتاعتي. طيب انا دلوقتي الناس تركز معايا، واقف على الخليه اللي اسمها مريم محمود، ورحت قلت له حاجه اسمها فيل او تعبئه، رحت قلت له اب، هيجيب لك الاسم اللي تحت هيخليه فوق. اهو مرن عاطف، بحدد الخليه واروح على فيل هقول له اب، هيرفع لك الاسم اللي تحت خطوه لفوق. طيب الداون هيجيب لك الاسم اللي فوق هينزله خطوه لتحت اللي هو داون. حلو خالص. طيب لو قلت له مثلا ليفت هيجيب لك الاسم اللي ناحيه اليمين هيخليه لك في ناحيه اليسار، اهو الخليه اللي هي فيها 65 جابها لك ناحيه اليسار. طيب لو قلت له رايت هيجيب لك اللي ناحيه اليسار هيخليه لك ناحيه اليمين. طيب الفلاش فيل زي ما عرفنا ازاي نعمل فلاش فيل من شويه، جاستيفاي لو عايز اعمل ضبط. طيب انا دلوقتي عامل تنسيقات بالشكل ده وعايز امسح التنسيقات اللي انا عاملها من كلير، هقول له كلير فورمات، انا همسح التنسيقات اللي انا عملتها او تحتها. طيب لو قلت له كلير كونتنت مسح لك المحتوى اللي من جوه، لكن لما تيجي تكتب تاني تلاقي التنسيقات موجوده زي ما هي. ايه كلير فورمات بيمسح لك التنسيقات، يعني بمجرد ما هتيجي تكتب تاني هتلاقي ايه التنسيقات بتاعتك الشكل اللي انت مختاره.
انا ابتدي مثلا اظبط حاجه معينه، اخليها مثلا باللون الاصفر اقل من 4 وهكذا. مثلا الداتا بار مش عايز الكلر، ماشي اختار المناسب، شوف ايه المناسب والنص اختار. ده اللي هو جزء الكونديشنال فورماتنج. طيب يبقى الكلير، لو عايز اعمل كلير اول يعني احذف المحتوى والتنسيقات، اما التنسيقات بس اللي هو كلير فورمات، اما المحتوى كلير كونتنت، اما لو عايز احذف تعليقات كلير كومنت، اما لو عايز احذف لينكات هقول له كلير هايبر لينك. طيب السورت اند فلتر بيعمل لي ايه؟ ترتيب. حددت الارقام وقلت له سورت سمولست تو لارجست، يعني من الاصغر للاكبر. طيب لو اخترت العكس من الاكبر للاصغر، فعمل ترتيب من الاكبر للاصغر. الشيت كله. طيب لو محدد اسماء هتلاقي في حاجه اسمها سورت ايه تو زد او زد تو ايه، لو عايز ارتب من الايه للزد او من الزد للايه، اما لو عايز اعمل فلتره من الفلتر. طيب الكاستم فورمات واقول له اوكي. انا المره دي هعمل ترتيب، ادي سورت باي. هتعمل ترتيب على حسب ايه؟ على حسب اسماء مثلا. طيب من الايه للزد، طب هعمل ترتيب للارقام من الاصغر للاكبر وهكذا. انا بحدد انا هرتب ايه بالظبط وهرتب على اساس ايه، ده اللي هو السورت اند فلتر. اما الفايند اند ريبليس، فايند لو عايز ادور على كلمه داخل شيت الاكسل، اما ريبليس لو عايز استبدل كلمه بكلمه. فورمولا ده لو عايز ادور على معادلات بمعنى يساوي مثلا سم. اروح اقول له مثلا فورمولا، فراح لك على الخلية اللي فيها المعادلات، راح لك على الخلية اللي فيها المعادلة. ده اللي هو الداتا فاليديشن، بيدور لك في الخلية على الحاجة اللي انت عامل لها داتا فاليديشن. من الداتا فاليديشن سيلكشن بين زي ما اتفقنا العناصر اللي انا ضايفها داخل شيت الاكسل. طيب هو المفروض النهارده كمان نشرح، احنا لسه ما خلصناش المراجعه، هنشرح الاوبريشن والايكويشن، خليها دي زي ما هي، والكاونت والراوند والتايم اند ديت والابر واللوير والبروبير، ونشرح برضو الليفت اند رايت اند ميد والاكزاكت وتريم، ده كلها اخدناه. معادلات الاف بجميع انواعها، اف المركبه واف العاديه. عندك المعادلات اللي بعد كده اللي هي الناو والتوداي والكونفيرت، دي دوال برضو معادلات تانية هنشرحها مع بعض إن شاء الله. دي كلها معادلات اللي هي الريبت واللين والريبليس والدولار وهكذا، دي كلها معادلات مفروض تتشرح معانا. علشان كده احنا مش هنطول على الناس أكتر من كده، هنخلي المحاضرة اللي جاية إن شاء الله معادلات بس، معادلات بس، اللي هي يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، هتبقى شرح برنامج الاكسس او مراجعه برنامج الاكسس مع الاوتلوك. كده احنا قبل احنا في شهر رمضان هنكون خلصنا المراجعات بتاعتنا كلها. نبتدي بعد رمضان باذن الواحد الاحد حلول الاختبارات الدوليه الخاصه بكل حاجه احنا خدناها، خاصه بالوورد والباوربوينت والاكسل والاكسس والايميل واساسيات كمبيوتر وانترنت وتكنولوجيا المعلومات والامن، امن المعلومات والامن السيبراني والتعاون عبر الانترنت. هنحل حلول الاختبارات الدوليه ان شاء الله بعد شهر رمضان الكريم. زي ما قلنا الجمعه الجايه ان شاء الله هنشرح المعادلات. وللعلم انا مش هكتفي بالمعادلات اللي انا وريتها للناس بس، هتبقى في معادلات كمان زياده، هتبقى في معادلات زياده. طيب والجمعة اللي بعدها أو الجمعة الأخيرة من شهر رمضان
هنشرح برنامج الاكسس او هنعمل مراجعه على الاكسس زائد برنامج الاوتلوك. حد عنده سؤال بخصوص محاضره النهارده؟ حد عنده سؤال بخصوص محاضره النهارده؟ اتفضل يا باشمهندس. أنا كانت عندي مشكلة في ال أغير يعني اللغة. تمام، مشكلة تغيير اللغة. طيب والماوس كمان يعني قفل كده، وبعد كده لما مثلا يكون في أكثر من اختيارات هو بيفضل يتحرك مع نفسه بدون ما أحركه. طيب، أولا مشكلة تغيير اللغة هنقولها دلوقتي. أنا زي ما قلنا لو عايز أغير اللغة اللي أنا شغال بيها أو البرنامج، أنا شغال إنجليزي، بروح على فايل وبعد كده اوبشن بعد كده اللانجويج او اللغه. دي كده اول خطوه. طيب انا ظاهر عندي من تحت مستطيل واحد بس، ليه؟ لان انا اوفيس 365. حلو خالص. طيب لو انا اوفيس 16 او 19 هتلاقي من تحت ظاهر مربعين جنب بعض، مربع اسمه الديسبلاي، مربع اسمه الهلب، يعني اللغة الأساسية واللغة المساعدة. لازم علشان أحول اللغة لازم الاتنين يكونوا نفس اللغة، لازم الاتنين يكونوا نفس اللغة. يعني هروح على الديسبلاي هختار مثلا عربيك وهقول له إيه؟ set as default أو set as preferred. أنا عينت اللغة العربية كلغة أساسية. نفس اللي أنا عملته في المستطيل الأول أعمله في المستطيل الثاني. طيب واتاكد ان انا من فوق في اللغات بتاعتي مختار برضو اللغه العربيه كلغه اساسيه. لازم الثلاثه اللي جنب بعض او الاثنين زي ما ظاهر عندك كلهم لغه واحده. طيب انا ما عنديش اللغه العربيه، اثبتها ازاي؟ من حاجه اسمها انستول اديشنال كيبورد، هدوس عليها. بصوا كده، اول ما دست عليها ظهر معايا بيقول لي ايه؟ اد ا لانجوج او اضافه لغه. انا هضيف لغه. طيب فين اللغة اللي أنا عايز أضيفها؟ الناس كده تفكر معايا في لغة نضيفها. هنضيف مثلا اللغة الهولندية، هضغط عليها وأقول له نيكست. طيب حلو خالص. بعد ما ضغطت على اللغة راح أقول له انستول أو تثبيت، بس لازم أكون متصل بالإنترنت. بصوا كده بيعمل لي تنزيل للغة، بيحمل اللغة عندي. أنا ضايف عندي الإسبانية والألمانية والفرنسية والصينية والإنجليزية والعربية. بعد ما بحمل هتضاف للغات اللي هنا، هتلاقيها اتضافت برضو معاك هنا. ده طريقة تنزيل اللغة. يا إما أثبتها إزاي؟ هروح على قائمة ستارت وأروح على السيتنج أو الإعدادات واختار منها حاجه اسمها التايم اند لانجويج، واختار منها اللانجويج او اللغه واقول له ان انا عايز اضيف لغه واضيف اللغه بتاعتي. فدي لو عايز اضيف لغه بالشكل ده، وعايز اشيلها احدد له ريموف او ازاله، ريموف او ازاله بالشكل ده. انا بعمل ريموف للغات دي كلها، حتى هتلاحظ اتشالت من فين؟ من لوحة المفاتيح تحت. ضيف اللغات اللي انت هتستعملها بس، يفضل ما تزودش اكتر من كده انك هتتزاول. بس خلصت، ضفت هنا اللغة العربية وهنا اللغة العربية كافتراضية، هقول له اوكي. فبيقول لك اعمل ريستارت للاوفيس. قفلته بالشكل ده وراح افتحه مرة تانية. فتح معايا بالعربي بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين. رجعوا تاني نفس مكان من اللغة، اختار هنا الانجليزية اقول له تعيين كمفضلة، وتحت الانجليزية تعيين كمفضلة واقول له يس واقول له بعد كده اوكي. فبيقول لي يرجى اعادة تشغيل اوفيس لتصبح تغييرات اللغة سارية المفعول. أقفلها.
وافتحه مرة تانية، ادي اللغة معايا اتغيرت، اللغة معايا اتغيرت بكل سهولة. لا اتأكدي ان الانجليزي عندك معمول او مكتوب جنبه كلمة اسمها انستول. اتأكدي ان الانجليزي مكتوب جنبه كلمة، هتلاقي في كلمة اسمها انستول وانستول. انستول باليو معناها غير متثبتة، اما انستول بالاي معناها دي اللغة متثبتة. اتأكدي عندك ان هو كاتب لك جنبها انستول. في بعض الاصدارات اللغة، في بعض الاصدارات اللغة مش بترضى تتغير فيها، فيفضل انتوا تشتغلوا على اصدارات حديثة 2016 وطالع. يفضل انتوا تشتغلوا على اصدارات حديثة، ان اغلب الاصدارات القديمة بتواجه مشكلة ان هو يتعرف على اللغة، فيفضل تشتغل على الاصدارات الحديثة اللي هو من 2016 وطالع. ده بالنسبة لطريقة تغيير اللغة. طيب في أي مشكلة تاني لحد دلوقتي؟ عايز عبير ركزي كده معايا. طيب هنا بصي، انت تتأكدي دلوقتي كاتب لك من فوق انجليزي وكاتب لك جنبها كلمة اسمها البرفيرد. لا انا مش عايز دي، اختار اللغة الانجليزية بس زي كده العربيك، وكاتب لك جنبها العربية، مالكيش دعوة بكلمة بيرفرد اللي هي فوق. لا حددي، هتلاقي الكلمة اللي هي set as default او set as perfect اتعينت، اتفعلت معاكي. اضغطي على اللغة نفسها هتلاقيها اتفعلت. طيب لو ضغطت على فوق مش متفعلة معايا اهو، ان هو كاتب لك جنبها كلمة اسمها مفضلة او افتراضية، فهضغط على اللغة انجليزية. للعلم ان ساعات بيكون كاتب لي انجليزي ومش متفعلة عندي او مش متثبتة على الجهاز. اعرف ازاي ان هي متثبتة؟ بروح على الاعدادات او السيتنج، اتاكد ان هي موجوده هنا. لو مش موجوده هنا يبقى مش متثبته معاكي. ممكن تكون تمام. كاتب لك انجليزي بس اللغه اصلا مش متثبته على الجهاز، ولازم اتاكد ان اللغه متثبته على الجهاز. ماشي. طيب جربي، ولو كده ابعتي برضو سكرين تاني للبشمهندس احمد حسام او ابعته لي، وان شاء الله هنتابع معاك خطوه بخطوه يعني. تمام. تمام. شكرا. ترجمة زي ما اتفقنا ان شاء الله المحاضرة اللي جاية كلها معادلات. احنا يعتبر شرحنا النهاردة او عملنا زي مراجعة مصغرة او بسيطة على اساسيات الاكسل. الناس تحاول تراجع الفيديو اكتر من مرة، الحاجات دي محتاج ان انت تراجعها اكتر من مرة. والمحاضرة الجاية زي ما قلنا هنخليها كلها معادلات اكسل بإذن الله، وهي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. هناخد فيها مراجعة على الأكسس والأوتلوك. كده خلصنا مراجعتنا وشرحنا قبل شهر أو قبل نهاية شهر رمضان. نبدأ من بعد رمضان، بس اللي يكون فاضل لنا حلول اختبارات دولية. حلول الاختبارات الدولية كلها هتتحل من بعد شهر رمضان بإذن الله. تمام، نكتفي بكده النهارده، وان شاء الله باذن الله نلتقي ان شاء الله ميعادنا الجاي يوم الجمعه باذن الله. بالتوفيق لكم، تصبحوا على خير.